استقبل حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى ال خليفة عاهل البلاد المعظم حفظه الله ورعاه هذا اليوم في قصر الصافرية رجل الأعمال الإماراتي السيد محمد العبار رئيس مجلس إدارة مجموعة شركات إيجل هيلس العقارية والذي يزور البلاد بمناسبة الافتتاح الرسمي لمجمع مراسي جالرية وبمناسبة إطلاق وتأسيس شركة بناء البحرين الذي راعى حفل افتتاحه اليوم صاحب السمو الملكي الامير سلمان بن حمد ال خليفه ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله. ورحب جلاله الملك المعظم بالسيد محمد العبار واشاد باواصر العلاقات الثنائيه الوثيقه والمتميزه التي تجمع بين مملكه البحرين وشقيقتها دوله الامارات العربيه المتحده وما يشهده التعاون الاخوي والعمل المشترك الوطيد من تقدم وازدهار مستمر في شتى المجالات. وبخاصة التجارية والاستثمارية والتنموية وإقامة المشاريع المشتركة التي تخدم التنمية والتطور في البلدين الشقيقين وبارك جلالته المشاريع الاقتصاديه والتنمويه والسياحيه والرياضيه الحيويه الكبرى التي تنفذها شركه ايجل هيلز في المملكه باعتبارها احدى الشركات الناجحه والرائده في المنطقه. متمنيا لرجل الاعمال محمد العبار دوام التوفيق والنجاح واكد حفظه الله ورعاه حرص مملكه البحرين وسعيها المستمر لايجاد افضل بيئه داعمه للمستثمرين وفق ارقى المعايير العالميه. مشيرا في هذا الجانب الى المزايا والحوافز الاستثماريه التي يوفرها الاقتصاد البحريني. وفرص الاستفاده من الموقع الاستراتيجي للمملكه والموارد البشريه في كافه القطاعات